جد التونسي في رابطة الأبطال بالترجي والنادي الرياضي الصفاقسي في مسابقة الكاف، والمواعيد اللي تم تأخيرها كان مفروض تلعب في شهر أكتوبر وليت في شهر نوفمبر. الجولة الافتتاحية 26-27 نوفمبر، الجولة الثانية 6-8 ديسمبر، الجولة الثالثة 13-15 ديسمبر، الجولة الرابعة 3-5 ماي، الجولة الخامسة 10-12 جانفي، والجولة السادسة 17-19 جانفي. 17-18-19 استنستوا بتبيعة بالمواعيد هذه متاع مسابقة الكاف. والقرعة بالنسبة للمجموعات الموعد بتاعها باش يكون 7 أكتوبر في القاهرة. الروزنيمة فيها العديد من المسابقات، الشان تدخل على الخط، والشان باش تلعب في 3 بلدان، تنزانيا، أوغندا، وأيضا كينيا. والتصفيات ستكون بنظام المناطق، مفروض أن تونس في منطقة شمال أفريقيا. علاش أذكر تونس؟ لأنه ما جايش الحقيقة من الاتحاد التونسي إما بنعم المشاركة أو لا بعدمها، لكن الروزنيمة يبدو أنه تحكم بعدم مشاركة المنتخب الوطني التونسي. لكن بطبيعة مش أحنا نقولوا الكلمة ذي، لازم يكون بقرار من الاتحاد التونسي. المهم هو أنه تونس إذا كان تشارك باش تكون في منطقة شمال إفريقيا مع مصر والجزائر وليبيا والمغرب، وثلاثة منتخبات على 5. هذا القانون يقول، لكن الجزائر رسميا تقول أنه مش تشارك، وأيضا المنتخب المصري ممكن يسحب أيضا تواجده أو ترشحه من المسابقة. أبقى في الأجواء الإفريقية والسوبر الإفريقي في أرينا رياض بالسعودية بين الأهلي والزمالك، الموعد متاعه بشيكون 27 سبتمبر، والحكم التونسي المساعد خليل الحسيني بشيكون ضمن الطاقم التحكيمي. الهيئة المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم كانت راسلت الاتحاد الافريقي تظلما بشأن التجاوزات اللي تعرض لها الاتحاد الرياضي المنسيري في لقائه في رابطة أبطال افريقيا بمولدية الجزائر، والمراسلة كانت ضمنت شرح مفصل لأحداث العنف اللي كانت رافقة المقابلة، وأيضا الاعتداءات اللي تعرضوا لها أو تعرضت لها بعثة الاتحاد الرياضي المنسيري. كرة القدم على مستوى محلي، الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، واليوم تم الإعلان على زوز طواقم تحكيمية تهم مقابلات نهار الخميس في ملعب باردو، الملعب التونسي نجم المتلوي. الحكم بولعريس هو اللي باش يكون في إدارة مقابلة الملعب التونسي ونجم المتلوي، بينما الحكم نضال طيف باش يكون في ديربي الساحل بين الاتحاد الرياضي المنسيري والنجم الساحلي. مقابلة باردو التوقيت نتاعها 3:30، ومقابلة بنجنيت في حدود الساعة 6. لكن الجولة تتواصل غدوة بخلاف الخميس، غدوة الأربعاء 3:30 في قربة مستقبل سليمان الترجي الرياضي التونسي بتحكيم هيثم الترابلسي، وفي ملعب طيب المهيري بصفاقس النادي الرياضي الصفاقسي ضد اتحاد بنجردين بتحكيم أشرف الحركاتي. هذوما طبعا مقابلات خاصين بالجولة الثانية اللي تلعبت على دفعات. بالنسبة لتعيينات مباريات الجولة الثالثة، باش تلعب بين السبت ولحد نهار السبت في زويتن شبيبة العمران ضد النادي الرياضي الصفاقسي، في بنزارة السيابي ضد مستقبل سليمان، وقوافل القفصة باش تستضيف النادي الافريقي. مقابلات باش يتلعبوا مطلثة، بطبيعة التوقيت ديما الشتوي يمشي ويقدم بالنسبة لمقابلات البطولة، ولأول مرة بطبيعة المقابلات باش تلعب مطلثة. بالنسبة لمقابلات يوم الأحد في الملعب الأولمبي بسوسة، نجم الساحلي اتحاد تطاوين، مستقبل جابس الاتحاد الرياضي المنسيري، ترجي جرجيس نجم المتلوي، اتحاد مقردين الأولمبي البيجي. هذوما مقابلات يتلعبوا مع 3 نهار الأحد. مقابلة واحدة 5:30 هي مقابلة رادس بين الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي. كرة اليد المنتخب الوطني التونسي للأصاغر في الدور نصف النهائي اليوم يلعب الستة ضد المنتخب الغيني، والمنتخب الوطني التونسي بطبيعة ضامن التواجد في مونديال سنة 2025، ومنتظر حتى أنه بالنسبة للدور النهائي نهائي مرتقب ضد المنتخب المصري اللي يلعب اليوم بعد دقائق ماضي ساعتين ضد المنتخب المغربي. والحقيقة المنتخب المصري والمنتخب التونسي هو النهائي كما قلت المرتقب مع أسبقية مصرية، لأنه منتخب بدا يحبوا يحضروه ويكون موجود بامتياز ويحصل على لقب، بما أنه كأس العالم يتلعب في مصر سنة 2025، واللي كما قلت منتخبنا ضامن التواجد فيها. المدرب محمد علي بغزيلة يتحدث عن المنتخب الوطني التونسي ومقابلة اليوم في الدور النصف النهائي.
الهدف الاولاني الحمد لله تحقق الوصول لبطولة عالم مصر 2025. توا ندخل في مرحله ثانيه بالنسبه لنا هي اهم، لازمنا نكونوا تو في النهائي ان شاء الله. اليوم مقابله مع المنتخب الغيني، لازمنا نكونوا في نهائي واللاعبين كل عاقدين العزم باش من اليوم يدخلوا في الكومبيتيشن، لانه بالحق فاز دولة كان فاز فنيا متوسطه، لكن توا من اليوم فرق اقوى فنيا. المنتخب الغيني لازم نستنوا به فريق وضع لاعب باهي، دونك اليوم ان شاء الله نكونوا في يومنا، ان شاء الله نواجهوا لاعبنا. وبحق اليوم محتاجين جماهير المهديه، ونعرفوا جماهير المهديه جماهير كره يد، عشاق كره اليد ان شاء الله يكونوا اليوم معنا. وابركين اليوم نوعدوهم باش نقدموا افضل معنا، والخطوه هذه نعديوها نواجهوا اللاعب نتاعنا صحيح ونلعبوا على الامكانيات. تبعتوا المنتخب الغيني في المباريات اللي تعداوا وخاصه مباراه البارح؟ اكيد تبع المقابلات الكل، تو فماش حاجه تتخبى تو خويا شهير، تو فما قاعدين عندنا فريق كامل تبع في الكل كبيره وزيره على المنتخبات الكل، دونك كل شيء ولا واضح لنا ونتبع فيه كما قلت لك كبيره وزيره. ان شاء الله اليوم نطبقوا يكونوا التركيز نتاعنا اكثر، نحاول لا يكون لقب ان شاء الله ديما لا في بلادنا قدام جمهورنا، ان شاء الله نقدموا المردود الباهي، والمردود الباهي ان شاء الله بحول الله يخور لنا باش نخليه البطوله في تحفيظ ان شاء الله. ان شاء الله بطبيعه كما قلت تونس غينيا 6 نتاع العشيه، وماضي ساعتين مصر المغرب، والنهائي منتظر يوم الخميس. أبقى مع جوية كرة اليد لكن على مستوى محلي، ومقابلة الجولة الثالثة غدوة الأربعاء الأربعاء، نصر طبلبة ضد بعث بن خيار، جمعية الحمامات مكارم هدية، ونادي كرة اليد بجمال ضد النجم الساحلي. في البرو آ بعد استكمال مقابلة الجولة الأولى، مقابلة الجولة الثانية مقابلة هامة خاصة لقاء الاتحاد الرياضي المنسيري والنادي الإفريقي، مقابلة تلعب نهار السبت 6 متاع العشية في البرنامج. نجم حلق الويد ضد اتحاد الأنصار، النجم الراسي نجم الساحلي، الدالي رضية بجرومبيليا ضد الشبيبة، ونادي كرة سلة بالمهدية ضد شبيبة المنازة. دوري ابطال اوروبا الناس اللي كانت السنه في اليوم راهو مقابله 1 اكتوبر في جولتها الثانيه، لكن هذا ما يمنعش انه مقابله البطوله خاصه الليغا تتواصل اليوم. الريال يلعب ضد ديبورتيفو الافيز 8 متاع الليل، والمتصدر برشلونه يلعب غدوه ضد خيتافي. برشلونه الاتحاد الاسباني كان منحو مده 30 يوم باش ينجم يضم لاعب او حارس بعد اصابه الحارس تيري شتيغن، ما يقعدش السنه بطبيعه الميركاتو الشتوي، فما شكون يتحدث حتى على حارس الريال سابقا كيلور نافاس. مازال في كوستاريكا هو ممكن يستنى أن يكون موجود في برشلونة، وهكا يلعب بطبيعة للكبيرين الريال والبرسا. أخبار خاصة من الماركة الإسبانية اللي تقول أنه فينيسيوس جونيور هو باش يكون الفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم. اليوم كأس رابطة المحترفين في إنجلترا دورة ثالث 8 غير ربع، واتفورد ضد مانشستر سيتي. وفي إيطاليا دورة ثانية من الكأس، ليتشي يلعب ضد ساسولو، كاليري ضد كريمونيزي، وتورينو يلعب ضد إمبولي، والمقابلات باش تواصل بين الأربعاء والخميس. هكا وصلت معكم لختام موعد هذا، نتقابلوا إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي. يحدث في تونس 120 دقيقة.